أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يسعنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. من ثواب الدنيا نؤتي منها ومن ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. ولئن متم في سبيل الله قتلتم في سبيل الله ومتم لإلى الله تحشرون. اليوم يوم 22 أكتوبر 2024 قدمت القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها سلة بطولية قل نظيرة في معارك البطانة في كابول وجهاتها، وقدم خيرة رجالة واستشهد في سبيل الله أولا والدفاع عن أرضه وعرضه وماله العميد الركن أحمد شاع الدين فارس القوات المسلحة فارس الدفاع 41. استشهد مقبلا غير مدبر في أرض الميدان، ودي الميتة اللي غنى لها الشعب السوداني. ما بدور لك الميتة أم رمادا شح، قالت لي شنو بدورك يوم لقى بدميك تتوشح الميت مصولب والعجاج يفتح. دي الميتة اللي احنا خاشين ليها، واي ضابط خش قضية حربية عارف روحه مشروع شهيد مهما بلغت رتبته، واي عسكري خش معسكر التدريب عارف روحه مشروع شهيد. نحن خشينا لله الوطن، نحن خشينا نحن دين الله دين الوطن. لا نحزن اطلاقا، ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. والله نحن اعلون فوقهم وفوق نفاقهم وكفرهم ومن وراهم، ومعركتنا معهم الى نهايات، وما يزيدنا الشهداء والشهاده ما تزيدنا الا ثبات واقدام. فتح الطريق قدامه، ما مات في واجبه، لا مات لا في ترابيزه بيكا ولا في ترابيزه قشتين ولا في ندايه ولا مات في بيت عرس، مات في خير ساحه هي ساحات الفداء والجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله ولتحرير الوطن والدفاع عن الحرائر، وكذلك كل الشهداء الذين صعدوا وارتقوا معه. أما المتمردين إن شاء الله جنائزهم إلى حيث غضب الله. هاتكي الأعراض نهابي الأموال مروعين آمنين إن شاء الله إلى غضب الله وسخطه. ربنا قال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو الله ونرجو جنة ونرجو شهادة، ونحن على حق وهم على باطل، ونحن في زيادة وهم في نقصان، وماشيين لنقاص. والحصل في البطانة في الأيام الأولى دي الأيام الفاتت دي وري حاجة واحدة، لأنه ظهروا على وجههم الحقيقي، ظهروا على وجههم الحقيقي. وده الكلام اللي بنقول فيه، ونحن لينا أيام ولينا شهور ولينا سنين، وده مشروع استعمار عنصري. المستعمر الذي استعمرنا قبل 100 سنة داير يبدل اهل هذه الارض لناس بيقبلوا وناس عندهم هوان. فتش في الصحراء دي لقى العرب الشتات دي، طيب يدخلهم كيف؟ لازم يلقى لهم ظهر. هنا في السودان قاعد يقول دوله الجنيد ودوله العطاوه وكذا، وغشوا الناس ومشوا بعنصريه. ومين ما بدوا مين ما بدوا بيسموا الناس باسمائهم وقبائلهم، عندهم مشاكل مع المحس مع الضناقله مع النوبه مع الشوايقه مع الجعليل بالاسم. وشفتهم عملوا في سفيان شنو؟ وده مصير اي زول خان بلده، ومصير اي زول عميل مهما كان. في النهايه بيقدروا بيت، يا يشغلوك عبد عديل ولا يدوا بيه غرضه في النهايه بودوك. وده مصير اي زول لسه غايد قاعد معاهم، لا اللي كان بشوتان ولا البيش ولا اي زول قاعد مع الناس ديل وقالوها عديل. الفيديوهات طلعت في الايام اللي فاتت دي انا بتابع فيها بالعشرات بعنصريه بحته، وحيدوا بالمتعاونين اللي كانوا معاهم لانه فقدوا الثقه. تاني ما في متعاونين، المتعاونين حيبيدوهم دعامة ليه. وانا دعوتي اللي اهلنا في البطانة واهلنا في الجزيرة واهلنا في سينجا وفي كردفان وفي دارفور، ده ما يزيدني الا وحدة صف. ومن الليلة دي الناس كلها كل الناس يقوموا، لانه ما فضل شيء، كل شيء اصبح بين، الحق بين ابيض ابلج والباطل اسود مسود، ما في اي كلام. تاني اي زول من اهلنا قاعد هنا دي بالقبائل كلها اللي كانت دبين مع جيكل شويه باعتبار منطقته وبكده، ولا جابوهم بالمال، والناس كلها عندها قبائل من هنا، ناس من القبائل دي اشتركت، لكن 99% من القبائل دي ما اشتركت. الناس تجيب بوقفة رجل واحد، الناس تنفر تدافع، انتهى الكلام. الناس تدافع عن عرضها ومالها وارضها، خلاص الكلام ده واضح قلناه كثير. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. وده عضو صائل، وانا ببشر الدعامه، وانا قلت الكلام ده في اول يوم دخلوا في هندي، اللهم صل على النبي مدني، اول يوم قلت الكلام ده.
الجزيره دي هم دخلوها، لكن ان شاء الله كان نور واحد منهم بيطلع معك، ودي الحقيقه والله مهما بلغوا سيفنوا في هذه الجزيره، سيدفع ولا في فزع ثاني بيجيهم من اي حته، ولا في زول هنا ثاني في المنطقه بيجيب معاهم مهما يكون. ويجي يقول لك جوج جاي يقول لك يقول داير يقول دوله عطاء ودوله مساء، انت اول زول حيدي بيه انت بالذات يا عبودوك عبوديه حقيقيه ركبوك كده ده، وبعدك قتلوك اي زول، لانه لا عهد لهم ولا ذمه ولا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه. الواحد فيهم نجس، نجاسه الواحده دي لا بتصلي لا عنده طهاره لا بيعرف الله لا بيعرف الرسول ولا بيعرف اي شيء، يا جبل ما معك. الناس تقوم تنهض، دي معارك، معارك البطانه وشرد البطانه ومعارك تنبول، دي معارك نهايه الدعم السريع ان شاء الله في السودان كله، كل المتمردين والمغرب معاهم، واي زول والله ثاني بعد ده من ابناء المنطقه مهما كانت قبيلته والله يجي مع الناس دي والله باطل، يمين باطل. وهذين قاعدين في المناطق يجي يعرفوا كلمه باطل اللي انا بقولها دي معناها شنو، والله ما تقوم ثاني اللي تمشي تباري نازل عليه اليمين باطل، باطل وخايس واي حاجه فيه. الناس تقف فوق فتري الواحد، الناس تحرر ارضها تموت دون ارضها، وتقف ورا الجيش ده كلمه واحده، ده الجيش القومي الصحيح اللي ما فيه ريحه العنصريه، اللي بيقوم سوا بينزل سوا، الممثل فيه كل السودان، واي كلام ثاني كلام فارغ. تبين زيف ما يسمى الديمقراطيه والكيزان، انت ما خليت قريه ما افنيتها، هذه القرى بالالاف كلهم كيزان، انت بتغش على منو؟ انت دار تغش على منو؟ نحن معركتنا معك معركه حق وباطل، ونحن على حق وانت على باطل، ودي بشريات النصر، واي شهيد بيتقدمنا ده وعد الله بالنصر، لانه الرسول ربنا في القران قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، بل احياء عند ربهم يرزقون. احمد شيع الدين والذين استشهدوا معه ومن استشهد من قبلهم ومن سيستشهد في المستقبل، ديل احياء ديل العايش، نحن اللي لسه ميتين. نحن في الدنيا دي لسه ميتين، نحن ربنا قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن بنستبشر بشهادة اخواننا اللي استشهدوا ديل. وكل المحاور، كل المحاور تنتفض وينتفض معها الشباب، الناس يبلغوا المعسكرات الآن. أي شاب قادر على باطل عديل، الناس تبلغ المعسكرات بتاعت التدريب، معسكرات الكرامة كانت في المعادين ولا كانت في وادي سيدنا ولا في القيار ولا الفاو ولا في حريرة ولا في أي معسكر في الزنار في المناجل. الموضوع ده ينتهي خلاص، كفاية كفاية. ولا نامت عين الجبناء، ولا نامت عين الجبناء، ولا نامت عين الجبناء.